دكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإلكترونية بجهاز تنمية المشروعات. كنا عايزين نعرف من حضرتك أكتر عن قانون تنمية المشروعات الجديد ودوره في دعم المكاتب الإلكترونية وتعاملها مع الجمهور أو المستثمرين. قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللي صدر في شهر يوليو 2020 ولائحته التنفيذية تم إعدادها بواسطة الجهاز وحاليا في طور إنهاء إجراءات إصدارها. هذا القانون إحنا بنعتبره ثورة في عالم القوانين وبيصب بشكل مباشر في مصلحة أصحاب المشروعات اللي موجودة في مصر، سواء المشروعات المتوسطة أو الصغيرة ومتناهية الصغر. فلسفة القانون قايمة على فكرة حل مشاكل أصحاب المشروعات. المخاطبين بهذا القانون 5 فئات، منهم 3 فئات هم أصحاب المشروعات، هم المشروعات القائمة اللي بتحتاج توسع، والمشروعات اللي في القطاع الغير رسمي، وهذا القطاع اللي كان منسي لعقود طويلة جاء هذا القانون ليحل مشاكله، ثم الراغبين في إقامة مشروعات جديدة. دول 3 فئات من أصحاب المشروعات المستهدفين من هذا القانون. الفئة الرابعة المستهدفة من القانون هما الجهات مقدمة التمويل، والفئة الأخيرة هم أصحاب المشروعات الكبيرة اللي بتخدم وتدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. لو بصينا على القانون وعلى اللائحة التنفيذية هتلاقيه بيخدم أصحاب المشروعات بحل مشاكلهم. أكبر مشكلة كانت بتقابل أصحاب المشروعات دايما هي مسألة التأسيس القانوني والتعامل مع الحكومة في إقامة مشروع رسمي. القانون بيحل هذه المشاكل من خلال وحدات تقديم الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات. بيقدر من خلال هذا القانون يطلع رخصة للمشروع الجديد سارية لمدة سنة، وللمشروعات اللي في القطاع الغير رسمي رخصة سارية لمدة 5 سنين. الرخصة دي أهم ما فيها وأهم ما يميزها أنها رخصة يعتدي بها قانونا وتعامل معاملة الرخصة النهائية، ولا يجوز إيقافها بأي حال من الأحوال إلا بموافقة الجهاز. ودي نقطة قوة كبيرة جدا لهذا القانون وللترخيص اللي صادر بناء على هذا القانون، اللي بيقدمها في الآخر فروع جهاز تنمية المشروعات ووحدات تقديم الخدمات الموجودة في هذه الفروع. المشكلة التانية أو المشكلة الأخرى اللي بتقابل أصحاب المشروعات دايما في مصر الخوف من التعامل مع الضرائب. الضرائب هي المشكلة والمعضلة اللي دايما بتخلي الناس تحجم عن إقامة مشروعات، أو دايما تبقى حريصة إن هي تخلي مشروعها مش في النور، اللي هي مشروعات الظل ومشروعات القطاع الغير رسمي. القانون جاء بحل سحري لهذه المشكلة، واتفقنا مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية لوضع نظام جديد خالص للضرائب، هو اسمه المعاملة المبسطة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. بالمعاملة المبسطة هتقوم بمنتهى البساطة على التحول من الضريبة على الدخل إلى الضريبة المبسطة بطلب بيقدمه الممول. من خلال هذه الطريقة يقدر يدفع الضريبة بتاعته بشكل مقطوع لحد 250 ألف جنيه حجم أعمال، هيدفع ضريبة 1000 جنيه مقطوع. لحد نص مليون هيدفع ضريبة مقطوعة مقدارها 2500 جنيه. لحد مليون جنيه هيدفع ضريبة مقطوعة مقدارها 5000 جنيه، وبتزيد تدريجياً بنسبة لحد 10 مليون جنيه، وده أغلب المشروعات اللي موجودة في مصر هتلاقي حجم عملها مش هيزيد عن 10 مليون جنيه. لما بيزيد عن 10 مليون أوتوماتيك لازم يشتغل بيه نظام الضريبة على الدخل. بكده يبقى احنا كده ما عادش عندنا مشكلة نهائي في التعامل مع الضرائب. الممول هو اللي بيحدد حجم عمله، بيدخل على الرابط الإلكتروني بتاع وزارة بتاع مصلحة الضرائب، بيكتب حجم عمله بنفسه وبيصدق، واحنا في ثقة متبادلة هنا ما بين أصحاب المشروعات والممولين الضريبيين وما بين مصلحة الضرائب. الرقم اللي هيكتبه كحجم أعمال هتاخد بيه مصلحة الضرائب وهتقدر له الضريبة بالشكل اللي قلنا عليه، ثم بعد ذلك يدفع الضريبة ولمصلحة الضرائب الحق في إثبات عدم صحة البيانات خلال ال5 سنين التالية للإقرار. يعني تقدر تحطه في خطة الرقابة وخطة التفتيش وتنزل تبص عليه مرة، لو ثبت إن هو بياناته كانت غير صحيحة يتحمل هذا العبء، لو كانت بياناته صحيحة يستمر في المعاملة الضريبية بهذا الشكل. كمان بندي ميزة إن هو حتى لو في وقت من الأوقات حقق خسائر يقدر ينتقل تاني من نظام الضريبة المبسطة إلى نظام الضريبة على الدخل عشان ما يدفعش ضرائب طالما كان محقق خسائر. وبذلك يعني القانون لو شفناه هنلاقي احتوى على حل كبير لكل المشاكل اللي بتقابل الناس، سواء كانت الضرائب سواء كانت التراخيص، ثم وضع سلسله ومجموعه كبيره جدا من الحوافز والتيسيرات لاصحاب المشروعات والراغبين في اقامه مشروعات وبالذات المشروعات الصناعيه. هتلاقي في هذا القانون كميه حوافز مخصصه لاصحاب المشروعات الصناعيه والراغبين في اقامه مشروعات صناعيه، منها توصيل المرافق بالمجان او رد
تكلفة توصيل المرافق أو تخصيص أراضي بالمجان أو بأجر رمزي، منها تدريب العمالة لأصحاب هذه المشروعات، منها إن أنا بأشركه في معارض إما بأجر رمزي أو بالمجان، سلسلة حوافز كثيرة جدا تقدر تشجع الناس إن هي تقدم على المشروعات الصناعية. ودايما بنقول المشروعات الصناعية هي أمل مصر، المشروعات الصناعية والإنتاج هو الحل الحقيقي أو التنمية الحقيقية اللي إحنا بننتظرها في مصر. كمان من ضمن الحوافز المالية اللي أقرت في هذا القانون إن إحنا أعفينا أصحاب المشروعات الصغيرة من رسوم التوثيق وضريبة الدمغة ورسم تسجيل الأراضي. كل دي حوافز أقرناها. وكمان بالإضافة لده، لو واحد عنده معدة باعها في وقت من الأوقات وكسب فيها، كان في العادي بيدفع عليها ضريبة اسمها ضريبة أرباح، الأرباح الرأسمالية. النهاردة لو باع المعدة واشترى معدة جديدة أيا كان ثمنها، بيعفى من ضريبة الأرباح الرأسمالية. القانون كمان وضع ضريبة جمركية موحدة لأصحاب المشروعات الصغيرة اللي بتستورد معدات من الخارج، مقدارها 2%، وده أمر محمود لأصحاب المشروعات. يمكن في بعض الأحوال وبعض الأحيان وبعض الأماكن إن احنا نعفي المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية بموافقة مجلس الوزراء. فدي مجموعة عينة من الحوافز الواردة في هذا القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة. عشان كده احنا بنقول القانون ثورة في عالم القوانين، من ناحية لما تصدر اللائحة التنفيذية وكل الخدمات اللي موجودة فيه اللي بيقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو شركاء التنمية مع جهاز المشروعات الصغيرة في فروع على مستوى المحافظات، هيبقى إن شاء الله له شأن كبير في نقل المشروعات الصغيرة نقلة نوعية في مصر. حابب بس أوضحها إن إحنا بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية هيبدأ تفعيل أغلب مواد هذا القانون، سواء كانت الحوافز الضريبية أو الحوافز الغير ضريبية وما ورد بها من خدمات. بمجرد إن اللائحة التنفيذية هيبدأ تطبيقها على طول، وإحنا إن شاء الله في انتظار إصدار اللائحة التنفيذية خلال الشهر القادم بإذن الله. شكرا.